بما أن الرسالة وجه من أوجه النصيحة، رسالتي في هذا البرنامج إلى متذوقين الشعر الحقيقي بأن ينصفوا هذا الشعر ويسوقوا له بما يليق به. نهاية البرنامج لا تعتبر نهاية لنا كشعراء، أنا أراها أنها بداية لنا، هذه أول انطلاقاتنا، فإن شاء الله القادم سيكون أفضل. بطاقات الشكر كثيرة في قلبي، لكن خلني أختصرها بأني أقول شكراً بحجم السماء إلى كل من دعم فهد ولو بكلمة. حقيقة الذكريات كثيرة، يعني لو أن حاولنا نسوي منها رواية لكانت من أجمل الروايات. عرفتوني، رافقتوني، دعمتوني، واتمنى ما تنسوني. هذه هي رسالتي، فهد البدري. بلغ بلغ وقت الحصاد في ديرة الوافين، بلغ وقت الحصاد في ديرة الوافين، وثر صوت الهقاوي بالفكر حافر. أنا ابن العراق الأول بكل حين، شلون تريد يرضى يصير بالآخر، ورجال الوطن للشدة مذخورين. ولا أنا العليهم بالشعر ذاخر، بعزم الله وقبائل ثورة العشرين، بم العز نشيل البيرق وناحر. أها أنت مشيمة الشاعر يوم صارت بالتصويت أنت مشيمة الشاعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي اللجنة الموقرة، بيض الله وجيهكم، الهدوء. أحيي اللجنة الموقرة واللجنة الاستشارية وأصحاب المعالي والسمو، وأخص بالذكر سيدي صاحب السمو شيخ نهيان بن زايد الانهيان وسمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اللي شرفونا بحضورهم ومنحونا بيرق آخر غير بيرق شاعر المليون. مبدئياً أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى قبيلة المزاريع خاصة بوفاة الشاعر وصاحب الخلق الرفيع الأخ مبارك بن ثعيل بن المزروعي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته. كما أن لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من دعم فهد البدري ولو بكلمة خلال هذه المسيرة. بسم الله. ترجل الرجل الوفي عن صهوة الميدان، من بعد ما عانق عنان المجد تقديره، ترك على وجه السياسة بصمة الفنان، لوحة كفاح وما توانى في مشاويره، موطئ قلمه المنصف بأرض الكتابة بان، في عين الإعصار النقي ذكرى تعابيره، قضى بابو ظبي العرب 5 عقود اسمان، أهدى لها عمره وفيها زاد توقيره، يشوفها بغداده وحاضر لماضي كان تحضن نسايم قافها قلبه وتفكيره، نالت يديها أعظم شرف رفت كما الجنحان، نالت يديها أعظم شرف رفت كما الجنحان، شال العلم بين الأمم واسرج تباشيره، لو يعضل الوضع السياسي حنكة الفرسان يفك معضلته، تقول يفك زاريره. في خدمة 7 العجائب كلنا عدنان، بإخلاصه وحبه وفي نهجه وتطويره، هذا مثال 150,000
إنسان وافد عراقي يحتمي في ظل هالديرة هالباججي عدنان أضحى للوفاء عنوان، واليوم جيت أستذكره واسترجع السيرة. سلامتكم. فهد، جميل هذا التغني بما فعله رجل مثل هذا، خاصة في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنت أطرت هذا الموضوع بذلك. وعجبني أنه أنت تدرجت في المعاني ولم تفصح عن اسم لم تفصح عن اسم هذا العلم إلا في النهاية، وكأنك تذهب إلى نوع من التشويق حتى في النهاية تصل إلى لحظة التنوير بذكر الباججي عدنان. القصيدة فيها كثير من الجمال، أنا أذكر منها شيء أعجبني اللي هو الانزياح في تجديد الصورة. يعني مثلا لما قلت أنت ترجل الرجل الوفي عن صهوة الميدان، يعني المعتاد أنه صهوة الحصان مثلا أو شيء، فأنت انزياح إلى الميدان، هنا جدد الصورة بطريقة أو أخرى. ومثل قولك مثلا موطئ قلمة، هنا المعروف موطئ القدم، فهذا الانزياح بالصورة إلى جانب آخر فيه كثير من الجمال المفاجئ الذي يأتيه بالشاعر في هذه الصورة. شكرا. فهد قواك الله ورحم الله القامة عدنان الباججي، كان رجلا نبيلا بمعنى الكلمة، ويستحق أن تكتب فيه القصائد. هذه القصيدة من القصائد الجميلة التي تختم بها مشوارك في هذه المسابقة، وله غريب منك هذا الوفاء للمرحوم عدنان الباججي في هذه القصيدة، ولو غريب عليكم أيضا أنتم كأهلنا العراقيين هذا الوفاء دار زايد. أنت يعني القصيدة هذه تثبت أيضا أنك قادر على أنك تبدع في أي غرض تكتب فيه. أعجبني حتى توظيفك لكتاب الراحل مذكراته في عين العاصفة، موطئ قلمه المنصفة بأرض الكتابة بان في عين العصار، اللي هو اسمه في عين العصار النقي ذكرى تعابيره، ويوم تقول هذا مثال ل 150 ألف إنسان وافد عراقي يحتمي في ظل هالديرة. نحن ما نعتبركم وافدين يا فهد، أنتم أهلنا، أنتم بين أهلكم هني الإمارات، واللي مثلك عز الله أن خير من يمثل أهل العراق. شكرا لك يا فهد. طول عمرك يا أبو علي. فهد قواك الله يا فهد. قوة حيلك يا أبو خالد. مخوشيني تشحلة بدري ها؟ نعم تشحلة بدري، الموت يدري وأنا ما أدري. كفو. طول عمرك ما عليك زود. يا حق فهد لهالجمهور أن يفتخر فيك للأمانة. الله يعني كنت نجم متألق وما زلت في هذا النص. جميل هذا الوفاء منك وهذا الاستذكار لشخصية عراقية، خلينا نقول عربية عظيمة للأمانة. سياسية بارزة طبعاً. والأجمل أنا خليني أسميك الشاعر الذكي، كل مواضيعك يعني تنتقيها انتقاء بذكاء ودقة. البيت اللي قبله الأخير واللي قبله في خدمة السبع العجائب كلنا عدنان بإخلاصه وحبه وفي نهجه وتطويره، هذا مثال 150 ألف إنسان وافد عراقي يحتمي في ظل هالديرة. جميل جداً إسقاط شخصية عدنان على 150 ألف مقيم من أبناء العراق الشقيق في هذا الوطن المعطاء، وجميل هذا الوفاء منك. وفعلاً أنه وجد تشابه للكل يحاول يخدم هذا البلد اللي جنى من خيره وعاش فيه وشعر في الأمان في الإمارات، بلد الأمان. وأنا أقول النص للأمانة من الناحية الفنية متقن لأبعد حد، ومن تألق في تألق وإلى تألق، خلنا نقول فالك البيرق اليوم إن شاء الله يلتهد. استاهل. شكرا شكرا على الحضور الاستثنائي. شكرا. الله يرفع قدرك. كل الشكر لك يا فهد، صح لسانك فالك التوفيق، وكل الشكر للجنة التحكيم الوقرة.